الفيروس لسه فريش كده من عطس او من اي حاجه من الشخص اللي بيعد الطعام. طيب دكتور ايمن معلش هستاذنك في سؤال اخير. يعني النهارده واحنا بنتكلم على الاعراض المختلفه اللي احنا بنتكلم عنها، سواء جت جلديا، سواء جت في الجهاز الهضمي، سواء جت في الجهاز التنفسي او كل ده هيخلينا اننا طبعا ضغط اكبر على المنظومة الصحية، ان كل واحد جاله راش في جلده او جاله حاجة في بطنه او جاله قيء او جاله اسهال يبتدي يجري عشان خاطر يعمل كشوفات او فحوصات او بي سي ار او اشعة او الكلام ده كله. فعشان ما تحصلش حالة الضغط على المنظومة الصحية وتنهار مننا بسبب ان كل واحد شكل ان الاعراض زادت، ايه افضل طريقة عشان خاطر نتعامل بالعقل والمنطق؟ هي طبعا احنا يعني الله يكون في عون في منظومات الصحة على مستوى العالم مش في مصر فقط، صحيح، وان احنا طبعا مشفقين على الوضع وزارة الصحة برغم الامكانيات اللي هي كويسة معقولة، بس مش طبعا زي الدول المتقدمة، ولكن الوزارة والدولة ومؤسسات الدولة كلها ناجحة حتى هذه اللحظة في التعامل مع الاشخاص. فالشخص انا رايي الشخص ودايما بنقولها لاي وباء او اي عدوى او اي انتشار للعدوى، انا احاول قدر الامكان ان انا اوصل لمرحله ان اكون مريض، لان انا مع ضعف امكانيات او ضعف اماكن او ضعف سراير او ضعف اجهزه تنفس انا هبقى في مشكله كبيره جدا. فاللي يبدا يلاحظ اعراض طفيفه من الاعراض اللي بتظهر، اول شيء يعمله انه يعزل نفسه لسبب بسيط جدا، لان مفيش شخص عايش لوحده، ده احنا عايشين في كوميونيتي فيها كل كبير وصغير، اب ام اخ اخت صديق كتير جدا. انا اعزل نفسي لسبب بسيط جدا، ان انا اوقف طرق الانتشار، اوقف انه يتنقل لثلاثة اربعة. الثلاثة اربعة دول اللي نتجوا من شخص واحد هيبقوا نضرب في اعداد كبيره جدا على مستوى المجتمع، هيزداد العدد بشكل كبير، يبدا ضغط على المستشفيات. وخلينا نكون واقعيين، في الاول وفي الاخر وزاره الصحه عندها امكانيات وموارد بتتعامل على حسبها حسب امكانياتها. احنا مش هنبقى سعداء ابدا لو ازداد العدد، لا طبعا، لكن انا بتكلم على ان كل واحد فينا ان هو يتوجه لما يحصل. ما انت النهارده هفترض انه عزل نفسه، كان الاول ممكن تلاقي واحد في الشغل يقول لك والله اصل انا ما جيتش، اصل انا شاكك ان انا عندي حاجه لان عندي يا انفلونزا يا كورونا. دلوقتي هيقول لك انا هرشت، او هيقول لك اصل انا رجعت، او هيقول لك اصل انا عندي اسهال، فهتبقى كل الاعراض اللي في الدنيا هيقول لك والله انا عزلت نفسي 14 يوم عشان خاطر من 14 يوم كان عندي هرش في قفايا. انا فاهم وجهه نظر حضرتك، اصل احنا عندنا الحالات يا اما مشتبه يا اما مخالط يا اما مريض. انا عارفين ان في ناس بتسيء استخدام هذا عشان ما تروحش شغلها وتعمل شغلها، دي بينها وبين ضميرها وبين ايه، لا يعني امتى اقلق؟ يعني بيقول لك الراش او اللي موجود او الطفح الجلدي، انا واحد فيهم. اتفضل. هي طبعا لو حصل الطفح الجلدي والكلام ده بيبقى معناه انه هو في اعراض قبل كده مسبقه، ولكن هو ممكن اهملها او شيء، لان الاعراض اللي هي دارجه بتكون هي في البدايه زي اللي بتظهر الاول، بتظهر اولا وبنقدر نتعامل من خلالها. لو وصل لطفح جلدي، مو على فكره في احيان كتيره جدا 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 واشخاص بيبقوا شايلين وعندهم بس جهاز المناعه ما شاء الله عندهم قوي، صحيح، فما هوش باين اعراض زي لعيبه الكوره. ابسط شيء اللي بيحصل مع لعيبه الكوره حاليا اللي راحوا تونس دول، وغيرهم اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك والمنتخبات اللي ما يدروش بيعملوا مسحه قبل الماتش وهو كان بيلعب كوره قبلها، عامل زي الفل فما عندوش اي مشكله. ده دليل ان في سيطره من جهاز المناعه، لكن ده مش معناه ان هذا الشخص غير قابل لنقل العدوى، ده بالعكس دول الاشخاص الاكثر نقلا للعدوى الفيروس، ده مش باين عليه حاجه، انه مش باين عليه حاجه. فاللي يبدا يظهر عنده، اجابه لسؤال حضرتك، اللي يبدا يظهر عنده الاعراض الطفيفه او حاجات شبه اشتباه انه عندي شيء، انا يعني بقى اترجاه انه قبل ما يروح ياخد الحاجات الاساسيه. اولا ما فيش علاج لكورونا حتى هذه اللحظه،